أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل التبكير في حق الحاج أيام التشريق في منى يكون مطلقا بعد الفروض وغيرها؟ يقول أحسن الله إليكم: هل التكبير في حق الحاج؟ تقول التبكير ولا التكبير؟ هو ذكرها بالتكبير لكن يظهر أنه يريد التكبير. إيه التكبير. مش فيه؟ يقول أحسن الله إليكم: هل التكبير في حق الحاج أيام التشريق في منى يكون مطلقا بعد الفروض وغيرها وفي جميع الأوقات؟ في أيام منى يجتمع التكبير المطلق والمقيد، تكبر بعد الفرائض مع الجماعة وتكبر التكبير المطلق بعد ذلك.